ساد السكون كنيسة المهدي بانتظار العزف الذي تقدمه الفرقة الموسيقية الفلسطينية للشباب. لأول مرة تقدم هذه الفرقة حفلاً موسيقياً من أجل الحياة والسلام. قاد العرض لهذا العام ميكيلي كانتوني الذي أوضح أنه لم يتم ذلك صدفة. لقد لبينا كمعهد وطني فلسطيني للموسيقى دعوة مؤسسة حياة وسلام للمشاركة في احتفالات الميلاد بدلا من فرقة موسيقية أوروبية، وسنعزف في الحفل الموسيقي الخاص بالميلاد في كنيسة المهد في بيت لحم، وذلك لأن الرسالة لهذا العام خاصة جدا ومرتبطة بالطلب الذي قدمته فلسطين إلى هيئة الأمم المتحدة للاعتراف بها كدولة، ولكن الاعتراف حصل حتى الآن في اليونسكو وتم رفع العلم الفلسطيني فوق مقر اليونسكو. سحرت الأوركسترا الجمهور لمدة ساعتين في برنامج فني متنوع وأصيل، وبدأت بعزف مقطوعات لموزارت وبيتهوفن إلى أن أخذت تعزف مقطوعات موسيقية فلسطينية فلكلورية وميلادية لإدخال أبناء بيت لحم في جو الميلاد، إلى جانب الاحتفالات التي ستجري بعد أيام في هذه الكنيسة. أنا كفلسطيني مسيحي في بيت لحم يعني بناوبني شعور كتير مميز إنه كأوركسترا معهد إدوارد سعيد الوطني تشارك في هذا العمل الروحاني اللي راح ينعمل في داخل الكنيسة، على أساس نودي رسالة للعالم إنه الفلسطينية بحق لهم يعيشوا مثل باقي شعوب العالم رغم الاضطهاد اللي بيعيشوا رغم الحياة الصعبة. وصل الحفل الموسيقي الميلادي إلى عرضه 11 وسيبث مباشرة على القناة الثالثة الإيطالية الراي يوم عيد الميلاد، وللمرة الأولى يقام الحفل في المناطق الفلسطينية وبمشاركة فلسطينية. هذه علامة مهمة كما قال رينو ماينزا الأمين العام لمؤسسة حياة وسلام، من أجل تقديم رسالة أمل إلى العالم والتي قلما نجد لها مكانا في وسائل الإعلام. إننا نأتي إلى هنا في الميلاد بعد أن اتفقنا مع رئيس بلدية بيت لحم حين جاء في زيارة إلى إيطاليا، والتقى بالعديد من رؤساء البلديات هناك وبرؤساء المناطق والمحافظات الإيطالية، وتأتي زيارتنا إلى بيت لحم لكي ننقل إلى العالم بشرى الميلاد في صورة جميلة عن هذه المدينة المقدسة بواسطة الموسيقى والفنون. فمن كنيسة المهد التي تحتضن شهادة المغارة ومن هذه المنطقة الرائعة في العالم وفي يوم الميلاد نفسه، يحيى الله في بيت لحم مع الفرقة الموسيقية الفلسطينية وبمشاركة مباشرة لأبناء بيت لحم. نحن نبعث المعايدة إلى جميع أنحاء العالم ونتمنى عيد ميلاد مجيد وسلاما وحظا سعيدا للجميع.